العالمين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وأما من استطاع وسوف استقر في ذمته ولزمه التسكع فمتسالم عليه. هذا الكلام من الماتن أنه من استطاع وسوف استقر في ذمته ولزمه الاتيان به ولو تسكعا، يعني إذا صار مستطيعا ولم يحج في سنة الاستطاعة هذا يستقر عليه الحاج ويجب فيما بعد في السنة المقبلة أو بعده يجب عليه الحاج، وإن لم يكن مستطيعا مالا، مثلا افتقد ماله، ولكن ولو بالزحمة ولو بالشغل ولو بأنه يكون كشغال في طريق الحاج لازم يحج. هذا أمر متسالم عليه، ولا يبعد استفادته من الآية الشريفة، لأنه قال سبحانه وتعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني إذا استطاع إليه سبيلا لله عليه الحج، يعني استقر عليه الحج، فلو لم يحج فهذا الحج مستقر عليه. ممكن استفاد هذا الحج من نفس الآية الكريمة، لأن ظاهرها أن من استطاع في زمان كفى ذلك في استقرار الوجوب عليه. لله على الناس حج البيت من استطاع، إذا استطاع خلاص استقر عليه الحاج، لما استقر عليه الحاج يجب عليه ولو لم يكن في السنة بعده مستطيعا وزيع ماله أو مثلا أمثال ذلك سلف الأموال في طرق أخرى، لازم يحوج ولو مع الزحمة ما دام ذلك بسوء اختياره وخرجت من ذلك حالة الزوال لا بذلك. نعم، إذا لم يكن بسوء اختياره لا يستقر عليه الحاج. مثلا استطاع إلي ولكن ما وفق للحج، صار مريضا، كان مستطيعا ماليا من حيث المال ولكن ترى عليه المرض، أو ما أعطوه في فيزا مثلا فيكون تخلية السر غير موجود. استطاع ماليا، لأن الاستطاعة قلنا من ثلاثة أشياء: المال يعني زاد راحلة، وصحة في البدن، وتخلية السر يعني فتح الطريق. ومع التنزل، لو قلنا أنه مو يستفاد من الآية، يمكن استفادة ما ذكر من صحيحة المحاربي المتقدمة. صحيحة المحاربي الدال على أن من مات ولم يحج من دون حاجة تجحف به، قال عليه السلام: فليمت يهوديا أو نصرانيا. ومعنى ذلك فإن المقصود فليمت يهوديا أو نصرانيا لو استطاع ولم يحج. بإطلاق هذه الصحيحة يشمل حالة زوال الاستطاعة إذا لم يحج وزال الاستطاعة بسوء اختياره. وأما التقييد بعدم الحرج فلقاعدة نفي الحرج،
يقول من استطاع، هذا حكم من استطاع وسوف، استطاع في سنة وسوف على السنة، يعني عندنا سنوات إن شاء الله، سنة بعده نحن الآن في سلام عليكم في عنفوان الشباب، عندنا وقت على للحاج مثلا نحج فيما بعد، سوف سوف سوف. ولكن الآن لا يستطيع ولو تسكعا، لأنه يسير بحد الحرج، إذا صار بحد الحرج لا، لا يجب عليه. نعم إذا كان عليه زحمة يتحمل، مشقة يتحمل، أما إذا كان مشقة كبيرة كثيرة لا يتحمل، عادة يكون حرج عليه بحد الحرج. لا حرج في الإسلام، لا حكم حرجي في الإسلام. إذا كان يعني بحد الحرج، إذا يصل بحد الحرج خطور أقلائي مثلا، نعم يخاف يعني يأخذه أو مثلا يقتلونه أو أمثال ذلك مثلا، هذا أيضا يشمله هذا الحاكم. فإذا لم يكن مستطيع أصلا، إذا صار مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من صحيحة المحاربين، هنا بعض المسائل تراه صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف، نقرأ من العروة الوثقى. مسائل في باب الاستطاعة مسائل كثيرة جدا، وربما مبتلى بها. يقول في مسألة العاشرة: قد عرفت أنه لا يشترط وجوب أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها. بله، يعني إذا لم يكن عنده نقود ولكن عنده من الأموال، إن عنده من الأساس في البيت مثلا، ممكن يبيعه ويصرفه في طريق الحاج، هذا مستطيع أم لا؟ هذا هو محل الكلام. ذكرنا يعني بالخلاصة هنا يعني بالشرح، يقول نعم يجب عليه الشراء إذا كان عنده مثلا أمتعة وسائل أشياء، ولكن يستثنى من ذلك أشياء، وأنه كل ما عنده يجب أن يبيع ويحج، لا، يستثنى من ذلك، يعني وجوب بيع الأشياء لأجل الحج. يعني هذا يعني أهميته بهذا المقدار، مو بس فقط إذا واحد في بنك عنده أموال يجب عليه الحج، أو مثلا إذا كان آلاف مثلا 7,000 دولار كندي مثلا يجب عليه الحج، لا، إذا كان لم يكن ولو فلس ولو سنت موجود، ولكن عنده أشياء ممكن يبيعه، يجب عليه بيعه، سيارته، الآن سنتكلم شنو، يستثنى أمور ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه. إذا يكون ضروريات يحتاج، هذا من ضروريات عيشه معاشه، فلا يباع دار سكناه اللائقة بحاله، إلا أن يكون الدار مثلا أكثر من يعني شأنه، أكثر يعني كثير، ولا خادمه المحتاج إليه، إذا كان عنده خادم مثلا زمان قديم الآن فعلا،
ولا سیاب تجملهی اللائقت و بحاله فضلن عن سیاب مهنتهی. سیاب مهنه اندهو، سیاب مهنه اندهو، سیاب سیاب کزا اندهو، سیاب تجملات مثلا لل مثلا مجالس الاعراس يلبس مثلا هذا لماء وجهه. يقول لا لازم تبي هاي الثياب وكل شيء تتحوز، لا هذا من المستثنيات. ولا اساس بيته من الفراش والاواني وغيرها مما هو محل حاجته، بل ولا حلي المراه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها وشأنها بحسب حالها في زمانها ومكانها بسبب لحاظ مثلا عمرها، في مثلا اذا كانت شابه او اذا كانت مثلا كبيره في السن. ولا كتب العلم لاهله، عنده كتب مثلا يبيع الكتب ويحوج التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية. هذا كأنه نظر صاحب الغربة على طلاب العلوم الدينية، لا فرق، طلاب الجامعة نفس الشيء. إذا واحد دكتور طلاب طالب جامعة عنده كتب كثيرة ولكن يحتاجه للمراجعة للمطالعة للفحص للبحث، هذا يحتاجه. ولا آلات الصنايع المحتاج إليها في معاشه، عنده مثلا مكينة، عنده وسائل من مثلا نجار، عنده منشار، عنده مثلا أشياء، مثلا صاحب الميكانيك عنده أجهزة يبي هاي اللوازم، لا هذا من المستثنيات. ولا فرس ركوبه، هذا فرس ركوبه مع الحاجة إلى، إذا يحتاج إذا يبي هاي السيارة كيف يأتي للمؤسسة سيد الخوي يوم السبت مثلا، أو مثلا كيف يذهب لل مثلا سوق يشتري أغراض كذا، يحتاج يريد يأخذ يعني أهله وأولاده للمدرسة مثلا هنا وهناك. يقول لا هذا يبيعه ويحج، ثم يأخذ باصه المترو وكذا، هذا صعب عليه، حرج عليه، لا هذا مستثنى. نعم إذا كانت سيارته مثلا كاديلاك أو مثلا روز روز أو مثلا كذا، هذا ممكن يغيره، هذا من 50,000 إلى مثلا 20,000، هذا السيارة يمشي. نعم هذا لازم يبيعه ويشتري سيارة شوية يعني أرخص والباقي يحج مثلا. نعم أبو ليه؟ من جيت على الفارس قلت لعند هذا السيارة شلون؟ نعم هذا قلنا يعني في تلك الزمان فرس هذا نعم. هذا هو ممكن يكون عندنا ملاك. الملاك هذا الكلام، دققوا هذه النقطة، الملاك لاستلزام التكليف بصرفها في الحج، يعني إذا نقول هذا لازم تبيعه وتحج بها، يستلزم العسر والحرج. لا حرج في الإسلام، يعني إذا صار بحد العسر وبحد الحرج هذا من المستثنيات، هذا هو الميزان، هذا هو المسطرة. المسطرة عندكم الميزان العسر والحرج، صحيح أبو حضرة؟ الميزان العسر والحرج. إذا أنت تبيع هاي السيارة تصير في العسر وفي الحرج، حتى إذا كانت مثلا عنده
بيت، ولكن مثلا ممكن يكون بيت يعني شوية إذا يبي هذا ويشتري بيت مثلا آخر بالفرق ممكن يحج، ولكن هذا سحب عليه يصير في العسر في الحرج، إذا لا هذا من المستثنيات. أما إذا كان بسهولة ممكن، نعم كل شيء إذا كان بسهولة ممكن يجب عليه الحج، وإذا لم يحج لم يبي هذا الأشياء ولم يحج استقر عليه الحج ويجب عليه الحج ولو متسكعا ولو بالزحمة في السنوات. هذا هو الفرق، يعني المسألة يقول إذا واحد ما باع، كان عنده سيارة ضخم ما غيرها ولا عمل كذا ولا يحج، شنو مسألة شنو الفرق أنه استقر عليه في السنوات المقبلة؟ لا ينظر إلى أنه مستتي أم لا، يجب عليه الحج مطلقا ولو لم يكن مستتيعا ماليا، ولكن مستتيعا بدنيا ومستتيعا من حيث التهيئة. نعم سنتكلم في القرض أيضا. نعم فلذا يطرح هنا كلام مرحوم كاشف اللسان أنه بعلي من أن فرسه إن كان صالحا ركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة. هنا كلام عريض وطويل أنه إذا واحد ممكن يحج مع سيارته سيارة الأغم مثلا في تلك الزمان فرس، الآن سيارة، مثلا لو كان مثلا في طريق ممكن، هل يجب عليه أنه إذا كان عنده راحلة، يعني راحلة غير السيارة شخصية مثلا مع الطيارة أو مع مثلا باص، إذا كان مثلا في بلد كذا مثلا، هنا يطرح بعض النقاط المهم المسطرة عندكم الميزان. إذا صار بالعسر بالعسر والحرج لا يجب، إذا ما دون العسر والحرج يجب عليه البيع والحاج يحج بهذا المال. حتى في مسألة أخرى مسألة 11 يقول إذا كان مثلا عنده من الموقوفات، عنده بيت موقوفة لأهل العيل أو مثلا لطلاب الجامعة، ممكن يسكن في هاي الدار ويبيع داره ويحج به. نعم يقولون يجب عليه أن يحج إذا كان يعني لائق بشأنه أن يكون أن يسكن في دار الموقوفة مثلا. المهم أنه ميزان العسر والحرج، إذا يكون مالين ذلك. إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنى، هاي مسألة مهمة جدا، إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، مثلا قلنا مستثنيات مثل السيارة مثل ما يحتاج للبيت أساس البيت ما عنده، وعنده نقود، هاي النقود لازم يصرفها للحج أو يصرفها ليشتري هاي المستثنيات، هاي اللي ما يحتاج للبيت ما يحتاج للعيش لمعيشته. إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود، ففي جواز شراؤها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه. إذن يعني الميزان كما قلت لكم هذه النقطة، الميزان الحرج والعسر.
اذا ما عنده سيارة. نعم سيارة الآن حاليا من لوازم الإنسان، لوازم ما يحتاج، ولكن ما عنده سيارة، كل يوم يأتي ويذهب مع باص مع المترو، عنده الآن نقود يصرف لشراء السيارة ليسقط نفسه من الاستطاعة للحج أو لازم عليه أن يحج. هذا مسألة العسر والحرج. إذا لا، مو في عسر وحرج، مو عنده أولاد، مو عنده واحد، يعيش وحده ولا يحتاج أن يذهب هنا وهناك، وبالباص يكون راحة، يقول هذا كالرياضة، يحتاج للبدن. الذين يشترون السيارات يعني هم أصحاب المشاكل، مشاكل صحية، لأنهم يتعودون على السيارة. إذا يريد من بيت إلى مثلا شارع قريب من بيته مع السيارة، هنا مع السيارة، هنا مع، أصلا لا يمشي لا يتحرك. أنا لا أشتري حتى أتحرك، هذا مو عسر عليه. يجب عليه الحج، لا يجوز له شراء. نعم شراء سيارة يحتاج، ولكن ما في عسر والحرج إذا لا يشتري السيارة. الميزان والعسر والحرج. إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج، مثلا 7,000 8,000 ما بعرف شنو هاي السنة المبلغ، ونازعته نفسه إلى النكاح، يحتاج إلى النكاح إلى الزواج، صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم إن شق عليه ترك وإن شق عليه ترك التزويج، يعني يجب عليه الحج، يقدم الحج. سبرت إلى هنا، اصبر إلى بعد الحج أيضا. هذا والأقوى وفاقا لجماعة أخرى منهم أبو فراس عدم وجوبه، يعني يقولون لا 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 يجب، يعني الحج مقدم على التزويج، مع كون ترك التزويج حرجا عليه. هاي النقطة يعني سيالة في جميع الأمور يأتي، إذا كان ترك الزواج حرجيا ربما لا، وليستعفف الذين لا يجدون النكاح، هذه الآية هكذا، فليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. نعم ممكن يستعفف، هذا يحج لازم يجب عليه الحج. أما إذا لا سمح الله للوقوع في الزنا أو لحدوث مرض في بدنه بحد الحرج، هذا يقدم التزويج على الحرج. الميزان هو كما ذكرنا. هذا المسألة أبو حسن، لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال، وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، ممكن يستغرق ثم يأتي بسهولة مثلا وفاء للدين، يجب عليه الاستقراض؟ لا، لأنه ذكرنا سابقا في بداية البحث أنه تحصيل الاستطاعة لا يجب. لله على الناس حج البيت من استطاع، يعني إذا كان مستطيع لله عليه، أما إذا لم يكن مستطيع يجب عليه تحصيل الاستطاعة؟ لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة، لا يجب عليه أن يعمل أو يطلب الفلوس أو يكون شغال في مثلا الحكومة أو غير الحكومة أو في أي مكان مثلا حتى يحصل الفلوس، لا يجب عليه. كما لا يجب عليه الاقتراض، لأنه تحصيل للاستطاعة، الاقتراض تحصيل
استطاعة وهو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب، هذا فرق. ليش يقول إذا كان له مال أو إذا لم يكن له مال؟ هذا الشرط شنو؟ هذا الشرط كما في بعض كلمات الفقهاء يقولون إذا كان عليه دين مستوعب، هنا يقول إذا كان له مال. عنده أموال مثلا سجادات أو مثلا بعض الأشياء نفيسة وقيمة، ولكن فلوس نقديا ما في، مو موجود، ويريد يحتفظ بهاي الأمور، يستقرض هاي القرض. لما يستقرض في مقابل القرض عنده أموال في نفس الساعة في نفس اليوم الذي استقرض عنده أموال في مقابل القرض. هذا صورة. الصورة الثانية أنه لا، مو عنده أموال، يعني سوى ضروريات البيت ما عنده أشياء قيمة، يعني يكون عنده قيمة مثلا ذا قيمة حتى يكون في مقابل هاي الاستقراض يستقرض 10,000 ولا عنده شيء مثلا يبيعه 10,000 في مقابل هذا الدين. يقول إذا كان عنده مال ويستقرض ممكن نقول أنه مستطيع، لأنه ذا مال تملك 10,000 وعنده في مقابل هاي الدين عليه 10,000، عنده أموال أكثر من 10,000 مثلا. نعم لو كان له مال غائب أو مثلا مو أشياء، عنده دين، له دين على مثلا زيد 10,000، له دين ولكن هو لا يعطي، أو أنه مؤجل مثلا يستقرض وعنده أموال. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج، فعلا فعلا لا يمكنه ولكن عنده مال، أو مال حاضر، مال لا يصرفه مثل الدين، دين على عاتق مثلا زيد أو عمرو، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، يحتاج هاي يعني أشياء مثلا نفيسة من الديكور أو مثلا بعض الظروف مثلا الديكور مثلا يزعو في مترين في بيته للتجميل والتجملات مثلا، لا يريد أن يبيعه، وإلا إذا يبيعه يعني أم فلان سيحارب معه، تحارب معه ليش؟ نعم سلام عليكم، ليش بعت كذا وليش بعت كذا وهذا، يعني لازم يكون في البيت كذا، لا يمكنه بيعه أو شيء، لا راغب في شرائه، أو دين مؤجل كما ذكرنا. بل المديون لا يكون باذلا قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك، فالظاهر وجوبه. هو رأي صاحب الأربع، يعني إذا كان عنده مال وممكن يستقرض ويأتي بسهولة، الظاهر وجوبه، يعني وجوب الاستقراض. بعض الفقهاء يقولون لا، الظاهر عدم وجوبه، مثل السيد الخميني هنا عنده التعليق ومرحوم البيضاني، بعض الفقهاء يقولون في هذا الوجوب تأمل فيه إشكال، في مختلف يعني آراء الفقهاء. إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، هذا على العكس. السلام عليكم ورحمة الله.
إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا أن الدين مانعا عن وجوب الحج مطلقا، يعني سواء كان الدين حالا ومطالبا، يعني صاحب الدين طالب دينه على الإطلاق، أو لم يكن حالا أو لم يكن مطالبا مطلقا، إذا كان عليه الدين لا يجب عليه الحج. هذا قول واحد. القول الثاني أنه مانعا مع الحلول والمطالبة، يعني إذا كان دينه حال الآن، قال إذا بعد شهرين، الآن بعد شهرين وصاحب المال لم يطلب ماله، يقول لا ارجع لي فلوسي، مطالب. أو مانعا مع التعجيل وعدم سعته للحج. هنا أقوال، صاحب الأروى يقول على رأيه الميزان صدق الاستطاعة هي التأجيل مع الوثوق والاطمئنان بالتمكن من أداء الدين. إذا كان دينه مؤجلا وعنده ثقة بأنه لما يذهب للحج ويرجع سيغطي الديون، هذا لا بأس عليه، يجب عليه الحج. أما إذا كان الدين حالا ومطالبا لا يجوز عليه، لا يجب عليه الحج. إذا حج لا أنا أريد، مع الأسف الناس بعض هكذا يعملون على كيف مؤدين شنو يقول شنو يطالب عليه، لا أنا أرتاح أنا أعمل كذا. الصلاة جماعة ولو متأخر من أول الوقت ثوابه أفضل بكثير من صلاة أول الوقت. لا أنا أريد أن صلاة أول الوقت. أنت مسلم لازم تكون تسليم لأمر الله، الذي أمرك بالصلاة في أول الوقت يأمرك بأن التأخير في الصلاة إذا كان جماعة أفضل. أنا أقول لا أنا مورت، أنا أريد أصلي أول الوقت، هذا أكيف. فأنت تعمل على كيفك، مو تعمل على وظيفتك، مو تعمل على يعني ما طلب الله سبحانه وتعالى على طلب الشارع. هنا يقول لا يجب عليك الحج. لا أنا أريد أن أحج هاي السنة، خب حج، ولكن هذا الحج مو حجة الإسلام. لو قلنا بصحته كما فيه إشكالون هذا يصير حج الندبي مو حجة الإسلام. إذا في ما بعد صار مستطيعا يجب عليه إن شاء الله بعد إن شاء الله. يقول إذا جاء الشاي بطل الدرس. شيخنا وقوع عنده سؤال، نعم، يعني لا يكفي عن الواجب؟ لا فلذلك لم يكن مستطيعا. بحث أنه هل يكون مستطيعا يجب عليه الحج أم لا. إذا لم يجب عليه الحج فيدفع حجه، إذا حجك فحجه مو حجة الإسلام، يكون حج الندبي مو حج الواجب. لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا. سابقا كان مديون، الآن صار ذا مال مستطيع كأنه استطاعي. نتكلم أنه هل يكون مستطيع أم لا. لا، إذا كان مثلا
مستتيعا، كان مستتيع وعنده فلوس، ولكن أخذ دين من فلان وفلان، ديون، صار مديونا بعد الاستطاعة. حصل فلوس 7000 على كفاية الحج. بعد أن حصل الفلوس استقرض القرض، قرأ عليه لا فرق، الكلام نفس الكلام، كما إذا استطاع للحج ثم عرز عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا، صار حادث مع السيارة، سيارة كذا، صار مديون لصاحب السيارة 7000، وعنده 7000 كان يفكر أنه الحمد لله إن شاء الله هاي السنة سنحج بهاي الأموال، الحمد لله حصلت الفلوس لله على الناس حج البيت، وهذا الحج حجة الإسلام وكذا، ولكن صار حادث مع السيارة أتلف مال الغير. في مقابل هاي 7000 صار مديون 7000 بلا مثلا زين، وهو يقول يلا جيب لي مالي، انت خربت سيارتي، لازم انا اخذ انت كذا وصلح السيارة. هذا يخرج عن الاستطاعة. نعم. احنا بنسأل واحد من الكتاب اللي ذكرت الان احنا هاي بالتلاميذ، انا ردت اصلي بالبيت مفرد في اول الوقت، سؤال هل الصلاة مقبولة اولا او لا، ثانيا هل انه فضلها، هل راح احسن الصلاة او راح احسن فضل الجماعة؟ نعم، انه صلاة مقبولة، نعم أداء الصلاة، ولو أنه الجماعة موجود يجلس لا يصلي جماعة، بعد الجماعة يصلي، صلاته مقبول، لأنه أتى، نعم أتى، ولكن خسر النتيجة. أما ليش أقول بعد الصلاة؟ لأنه إذا حين الجماعة يصلي، إذا كان في شائبة لتفسيق الإمام أو مثلا إساءة الأدب للجماعة، جماعة المسلمين، هذا الصلاة باطل، لأنه من باب اجتماع الأمر والنهي، العبادة يجب أن يكون مقرب للعبد لا يكون مبعد، إذا كان مبعد فهذا مو عبادة، مثل العبادة في مكان الغسل، إذا الصلاة في دار المقصوبة هذا الصلاة باطل، لأنه اجتماع الأمر والنهي، النهي يقول لا تقصر، الأمر يقول صلي، اجتماع الأمر والنهي يقدم النهي في هاي الاجتماع. حتى في موضع الدين الآن المورجز يعتبر دين، يمنع من الحج لو يعتبر دين موجه وما يعني واحد عنده 7000. نعم نعم نعم، وهذا سؤال خوش سؤال، أنا كتبته شوي شيء على تعليق لصاحب الأربع من كلام السيد السيستاني سأقول لك. شيخنا إذا كان غريبا عن المسجد ودخل إلى المسجد وراء جماعة وصلنا فراغ هل توفى على صلاته؟ لا، إذا كان حتى غريب، إذا صلاته في المسجد في مقابل الجماعة يسيء للجماعة، هذا يعني كالعرفي، إذا عرف يقولون أنه هذا صلاته فرادى في مقابل الجماعة هذا نعم. أما إذا لا، بحيث يكون مسجد جدا كبير والناس يعرفون هذا مسافر مستعجل يريد يصلي يروح كذا والسيارة كذا، الناس يعرفون حاله، هذا لا بأس، إنما هو يعني بحسب الحالات، بحسب إطلاق العرفي، إذا كان إساءة الأدب للجماعة أو للإمام. أما مسألة ما
هذا شيء آخر، هذا نعم هذا مسألة أخرى، نعم هذا مسألة أخرى خارج عما نحن فيه. هنا أسأل هذا سؤالكم، أنا ما في بالي أقول لكم حتى فيما بعد. هاي المركج أو قرض حتى من حكومة، إذا كان حكومة إسلامية مثلا في العراق أو في إيران أو أمثاله، إذا كان استقراض مثلا مو بأن يأخذ الفلوس من البنك مو بعنوان الاستقراض، دقوا هذه النقطة دقيقة جدا، يأخذ الفلوس مو بعنوان الاستقراض، بعنوان الاستنقاذ. يأخذ هذا الفلوس بإذن الحاكم الشرعي، حتى في الممالك الإسلامية يأتي هذه المسألة الإنقاذ الاستنقاذ هنا، وأخذ مجهول المالك في هناك. يأخذ الفلوس من البنك في العراق أو في إيران المملكة الإسلامية، لأن الفلوس من البنك فلوس مجهول المالك، بعنوان التصرف في مجهول المالك بإذن الفقيه، بإذن مثلا واحد من الوكلاء من مرجعيه مثلا، يأخذ فلوس هكذا ويرجع الدين بعنوان الحكم الحكومي، بعنوان يعني قانون الحكومي. هنا لم يكن مديونا شرعا، انه ما اخذ بعنوان الاستقرار. الدائن منه؟ المديون منه؟ هذا مجهول البنك. هنا اخذ الفلوس من البنك هاي المورجيز بعنوان الاستنقاذ من يد الكافر، مو استقراض، استنقاذ مو قرض، فلا يكون مديون. نعم هو لازم يرجع الفلوس بعنوان القانون الحكومي، فعند ذلك لم يكن اصلا دي، فالمساله نعم من اصلها نعم في امان الله. نعم مساله اخرى، اذا كان عليه دين من شخص واحد مثلا، ولكن دين على 30 عام، واحد تاجر هو يعني فاعل الخير يعطي مثلا قرض للناس، خصوصا مثلا للشباب، ان شاء الله يكون بعض التجار هكذا يقولون انا يعني اعطي القرض للشباب لاجل شيئين، الزواج والحج، اذا واحد من الشباب من عمر كذا الى عمر كذا انا اعطي، وممكن يرجع هذا على 20 عام شوي شوي بحيث لا يكون يعني حرج عليه. إذن هذا يقولون لا بأس، هذا الاستقراض هم إذا كان يعني طويل المدة بحيث العقلاء لا يعتبرونه كذا، لا نعم لا يعتنون بهذا القرض، إذن لا. ولكن ما نحن في هذا يعني هو المبتلى به. سؤال من النساء أنه المقياس في جواز الصلاة على الطاولة، أي سجود على الطاولة أو من جلوس، المقياس حسب قدرة الأشخاص، إذا يقدر على الوقوف يقف، يقدر على الركوع يركع، يقدر على السجود يسجد يجلس، إذا يقدر على القيام والركوع ولا يقدر على السجود يصل النوبة إلى أنه السجود، كيف
يتمكن من السجود، ربما يكون عاجزا أن تجلس على الأرض أصلاً، صعب عليه، لازم يجلس على الكرسي، يجلس على الكرسي. هاي الجالسة على الكرسي كيف يسجد؟ كيف تسجد هاي المرأة أو هاي الرجل إذا جالس على الكرسي أو جالس على الكرسي؟ يجب عليه أن يضع على الطاولة، يحط فيه تربة ويسجد على الطاولة، هذا لا بأس. أما إذا كان متمكن على الجلوس على الأرض هذا شيء آخر. المسألة على حسب قدرة الأشخاص، بعض الأشخاص بالعمل بالشوق بكل شيء يعملون يجلسون يركضون، بالصلاة لا مو قادر، فقط في الصلاة لا، أما في كل شيء يقدر مثلا. هذا على حسب بعض العلماء، كان مرحوم آيت الله عظمى راكي على الله مقامه الشريف شيخ الفقهاء كان أكثر من 100 عام، أنا متذكر كان في حوزة العلمية، نحن نحضر جماعته في مدرسة فيزية، كان واحد على يمينه واحد على يساره يأخذونه للقيام ثم يركب وللجلوس بالصعوبة بالصعوبة، ولكن يجلس على الأرض ويسجد، إلى أن بعض الناس بدأوا أن يشككون في الموالاة. أنا كنت موجود، قالوا له شيخنا بعض الناس يشككون أنتم بعد السجدة الثانية إلى أن تقوم يأخذ وقت طويل. قال من الغد لا أجي للمسجد، خلاص هذا صلاة الجماعة. يعني بكبر السن كذا يصلي هكذا، نحن بأي شيء. الطبيب قال هذا رقبتي لا يمكن، في كل شيء يعمل، يأخذ الثقيل ويعمل كذا ويعمل كذا، ولكن في صلاة 5 دقائق لازم يكون كل شيء طبي وكل شيء يكون. أما إذا واحد واقعا لا يقدر صعب عليه. الميزان كما ذكرنا في مسألة الدين شنو قلنا؟ العسر والحرام. إذا هاي الميزان كمسترة في أيديكم في أيديكم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى محمد.